أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: كيف نجمع بين قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى وقول النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا؟ لأنه تسبب، لأنه تسبب وضللهم، لأنه تسبب في ضلالهم، فهو المتسبب، فهو يعذب على تسببه في ذلك. نعم، فهو كسبه، تسببه كسب له. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.